شوف شغلك. صحة وهنا. على قلبك. شكرا. صحة وهنا. مساء الخير. ليش تأخرت يا ابني؟ يا ريتكن أكلتوا. معقول؟ رح ناكل كلياتنا مع بعض. يلا تفضلوا. تعرفي أصلي طلع كتير حلوة. يا ريت أنت ما تتدخلي بكل شغلة. قلتي شي ماما هندان؟ لا ما قلت شي يا شادية. كلي جوزي منيح لأنه بيعالج النسيان. اسألي الدكتورة إذا بدك. مو هيك يا أصلي؟ عفوا؟ فيك شي فرهاد؟ ماشي الحال. بكون أحسن لما بلاقي هالرجال. أنا قلت لك إنه تسكرت هاي القضية ولهيك نحن هون. بالنسبة إلي ما تسكرت. لحظة. تفضل سيدي. كيف صحة المدعي العام؟ مصاب، الرصاصة دخلت كتفه. هو بسيارة الإسعاف. وين عيلته؟ هن جوا سيدي. شكرا لك. العفو سيدي. بعد إذنكم بدي فوت شوي على الحمام. وين رايحة؟ على الحمام مو؟ وأنا كمان بدي زبط مكياجي. يلا قوم. لوين يا فرهاد؟ هون. تفضلي. اللي لابسة أبيض كتير بتجنن. رح ألحقها بس تطلع من الحمام فورا. بظن إنه هاد زوجها اللي معه. أي الدب اللي بياكل عسل. معقول في عدل بالدنيا؟ معك حق. أنا حبيت رفيقتها يلي معه. اتصل بالإسعاف. يلا. شو قلت؟ اتصل بالإسعاف مشانك أنت ورفيقك. يلا. ما فهمت خير. ليش الخير مكتوب على جبهات الخيل يا وقح. لك شوفي شبك. شو بصير هون؟ لك شبك انت بعد. لك شبك يا زلمة. بعد عني خلاص. اتركني حيوان. اتركني خلاص. وقف. هو اللي حكى. في تنظيف بالحمام. لك ما حكيت شي. ما تخلي الله نور شي. تنظيف كتير مهم. خلاص يا معلم مشان الله اتركني. دخلني خلاص اتركني. خلصت شغلك يا عبدو؟ الحمام كان مليان وما قدرت ادخل. لكن ضغط السيفون. شو عملتوا؟ خلصنا شغلنا سيدي. طيب ابعتوهن على قسم الفحص. حاضر سيدي. خلينا نروح. بترجاك خلينا نروح عند جيت. بترجاك خلينا نروح. لا تعملي هيك ست سونا. هالشي صعب وانت بتعرفي الوضع. شو يعني صعب؟ انا بدي روح لعنده. شو انت جنات يعني؟ هاد زوجي وانا ما بعرف وين اخدوه. بدي روح اطمن عليه. بدي ضل جنبه. ما بتفهم؟ فهمان عليك ومقدر. ست سونا تأكدي نقلوا المدعي لمكان آمن لأنه الحادثة جديدة. الفاعل مجهول وما بنعرف شو ممكن يعمل لسه. هالشي ضروري لسلامتنا. بدي إياك تروقي يا ست سونا. ماما بابا ما رح يموت ما هيك؟
كنا رح نقطع الكيك. ما رح يموت، بده يرجع. مو رح يرجع ماما؟ رح يرجع حبيبي، ما رح يصير شي لبابا وهو بخير، كل شي رح يتحسن يا عمري. بعدك انه بابا رح يرجع. اسمعي، خلونا ناخدكن لمكان آمن، ما بيصير تبقوا لحالكن هون. أنا ما رح أطلع من هون، بدي ضل قاعدة ببيتي لحتى يرجع زوجي. عم تفهم؟ مستحيل إني أطلع من هون. إبرو حبيبتي، أصلي سمعتي الخبر؟ تهجموا على بيت النائب يجيد أصلان. دلول ستو اللي ريحته طيبة مثل المسك. ها حبيبي يا روحي انت يا روحي. ماما مين كنتي تدللي أكتر؟ أكيد أخي فرهاد مو؟ أبدا، لأنه فرهاد كان هادي كتير، بيضل عم يضحك. أخي كان يضحك معقول؟ إيه، وقت كان ولد يضحك كتير. آخ، ضل يضحك لحتى دبل هالوش. أنت اللي كنتي شريرة جد. كنا أنا وأبوكي كتير نتعب لحتى نهديكي. تعرفي إنه هالولد بيشبهك كتير؟ وصفيلي أخي يجيد، هو كان هيك نحيف دائما؟ طول عمره هيك أخوكي، ما بياكل أبدا، وبتصيبه الحازوقة هيك بلا سبب. ونجدت بتصيبه الحازوقة دائما؟ يعني هو بيشبه خاله. أصلاً صفية غبية وما بتفهم شي بالمرة، وعم خاف لما تصيبوا الحازوقة. شوفي شو بدك تعملي، بإصبعك هيك بين حواجبه وبتدلكي شوي شوي على مهلك، شوي شوي هيك بتروح. بس اعملي هيك. مرة عملت هالشي لفرهاد فلاقيته رايح بأصابيعه الصغيرة عم يدلك عيونه حواجب يجيت. قلت له يا ابني شو عم تعمل؟ قال لي عم بعمل له هيك لتروح الحازوقة. هو كان يحبكن كتير، كمان ما كان يرضى يبعد عن تختك بالمرة، كان يهزه دائما. شي غريب. أمي بتعرفي كتير صعب تفهمي محبة أخي. بيحب كتير، بس ما بيظهر هالشي. والله قلبه لفرهاد كتير كبير. يا روحي يا نوحي. قصة النائب مو بوقتها خالي، بجوز اتهمونا. ليش نحن شو دخلنا ببيت النائب واللي صار فيه؟ ولا إلنا علاقة فيه؟ يلا جاوبوني. نحن ما دخلنا. طيب كيف بدنا نخبر خالتي؟ أنا رح أفتح الموضوع معه. طيب أنت قدرت توصل لشي خبر عن صحة النائب؟ أنا اتصلت أكثر من مرة، ما حدا عم يخبرني بشي. وهلأ بدي أطلب منكم شغلة مهمة، بدي الكل يطلعوا على غرفهم. في موضوع بدي أحكي مع يتار على انفراد. يلا صفية. Ha ha ha.
ليش عم تبكي؟ كنا عم نلعب لما طلعنا من المدرسة. وأنا اللي فزت، بس هذا مصطفى واللي معه ما عطوني الطابعات البلور. طلبت منهم، قلت لهم إنه هدول إلي، ضربوني وما عطوني طاباتي. وين هن؟ لكن هنيك تحت الشجرة. استنى أخي، لا تروح. انت ليش سرقت طابات اخي البلور؟ شو يعني اخذتها لانه ربحها؟ لا تكذب علي. شبك انت؟ لا تدخل. اخي البطل ضربوه على راسه. يلا هيك هيك. اخي البطل ضربوه كمان. شو جاي بكير؟ خلص مشواركم؟ بهالسرعة هاي؟ شو اجيت لحالك؟ صاير شي نامق؟ اللي شو فيه؟ تعالي عدي شوي. شو اللي صار؟ فرهاد فيه شي؟ ها؟ اللي صار له شي؟ يجيت هجموا على بيته وتصاوب. تصاوب؟ بس لسه عايش؟ ابني عايش ما؟ هن نقلوه على المشفى، ما بعرف وينه لأنه مخبين الخبر مشان سلامته. بدي روح فوراً لعند ابني. وين رايح يا تار؟ تركني، بدي أشوف ابني بعدي. يا تار لا ما فيك تمر. لوين يا سيد؟ ترجع لورا. ارجع لورا. خليك بلو سمحت. عملكم خلاص يا شباب اتركوه خلوه يمر ما في مشكلة. يا تار يا تار استني شوي وقفي. انت لك اتركني بدي روح لعنده. لوين؟ كيف بدك تروحي لعنده؟ ما حدا بيعرف وينه يا تار. لو اضطريت دور على مشافي اسطنبول واحدة واحدة بدي لاقيه. بدي اقول له يا ابني وصلت امك اجت لتبقى جنبك. بدي ضمه مرة تانية وداوي. انا عم تفهم؟ ما رح يصل له شي نامق. عم تفهم؟ ما رح يصل له شي. اسمعيني شوي. لا تلمسني، لا تلمسني ابدا، لا تلمس عيلتي كمان. دمرت اللي حياتي. شيل ايدك النحس عني. انت دمرت اللي حياتي، سرقت اللي حياتي واخذت ابني مني. انت اخذت لي فرهاد وما بسمح لك تاخذ لي جيت. ما فيك تاخده مني. انت عم تفهم؟ يا تار انا ما دخلني بشي. لك دخل بكل شيء، كل شيء، كل شيء صار فينا من قبل كان كله بسببك انت. انت مثل التراب الاسود نامق، ما بتشبع ما بتشبع. وينو اخي؟ قولي وينو اخي؟ ها؟ فرهاد وينه أخي؟ ليش ما عم تحكي؟ فرهاد قليلي وينه أخي؟ أخذوه بسيارة الإسعاف وما بعرف لوين. ليش أنت أساساً وينك؟ قلي وينك أنت كل هالوقت؟ هجموا علينا وحاولوا يقتلوا أخوك هون قدام عيوننا. وين كنت وكل هالشي صار معنا بسببك فرهاد؟ كل هالشي صار بسببك. بتعرف لما انصبت صار يبكي؟ اختنق من البكي قدام عيوني وخبى كل هالوجع جواته. خبى خوفه وزعله جواته مشان ما يحسسنا. وين كنت انت وقتها؟ وين كنت؟ ليش ما حبيت اخوك؟ ليش ما حبيت ابنه أصغر من كل هذا الخوف؟ ليش؟ انت واحد بشع، كتير بشع. قلي انت شو عملت له لأبي؟ انا بدي بابا. رجع لي بابا بسرعه. بدي بابا.
خلص اهدي اهدي. فرهاد ليك أنا بعرف كتير منيح شو يعني أخ. محبته لا بتشبه محبة أم ولا محبة أب. بتشوف حالك كبير جنب أخوك، أنت بتشوف حالك فيه، بس تجي الحياة وبتاخده منك فجأة، ولما بتطلع حواليك ما بتلاقي هون، والباقي تعرف وجعه كتير منيح. فرهاد يلا امشي بسرعة. مين عمل هيك لكان؟ مين عمل هيك فينا وليش؟ نعمي لساته شاب صغير وعنده ولد صغير، مين عمل هيك؟ ليش هيك؟ ليش؟ أنا بعرف مين اللي عمل هيك يا تار، رح خليه يندم على عملته ودفع الثمن غالي. لا تخافي. كيف لا أخاف؟ بلكي كان بأيام بس شوي ليموت ابني. لكن ليش ما منعته يأذي ابنك بما أنك بتعرفه يا نامق؟ ليش ما منعته؟ اهدية يا تار، لو في خبر سيء كان وصلنا بسرعة. نامق جيب لي خبر حلو عن ابني، اللي انه عايش، اللي تعافى، اللي عايش. انت مديون اللي بهالشي، وثقي فيني. اثق فيك. لما اجيت وقتها أنا فرحت كتير، ولما جبتني على البيت مسكت بإيدي، وقت قلبي دق بسرعة كتير فرحت، وقلت كمان لحالي يا تار خلصتي يا بنت، شوفي ليكو أجا بطلي. هذا اللي رح يخلصك من الجحيم. كنت وقتها غبية، ما عرفت انه انت كنت عم تضيعني وترميني على جحيم اكبر بكتير. هلا اجى الوقت المناسب يا نامق أميرهان انك تنظف كل الوسخ اللي صار بسببك. صار لازم تدفع ثمن كل الذنوب واحد واحد بعد واحد، والا رح تحرقك جهنم الك وانت اللي رح تخسر. صعوبة لقيت هاي جوا تغطي، كتير برد. كلي شي شغلة، خدي اشربي شوية مي. تفضلي. شكرا لك. صحة وهنا حبيبي. هالصبي الحلو خلاص راحوا. شكرا. ليكي انتي ما بتعرفيني لسه سونا، بس بترجاكي تصدقيني وتسمعي اللي بدي قلك اياه. انا ما بعرف كيف وصلنا لهون، لانه فرهاد كان رح يزت حاله قدام الرصاص ليوصل لعند اخوه، صدقيني بيعملها. اللي في خبر عن يجيت؟ للاسف لسه
ست سونا لازم نطلع من هون. انتو ليش ما بدكن تفهموا علي؟ انا ما رح اتحرك من هون ابدا. بدي استنى زوجي ببيتنا وانت لقيلك شي محل برات البيت. انا ما رح اطلع من هون، عم تفهم؟ ما رح اطلع. برأيي انه هذا البيت ما انه امن ابدا. سونا شو رأيك انك تروحي معي؟ تطلعي لا في بلور ولا شبابيك ولا شي ابدا، والبيت بارد وهيك بخاف الولد كتير، ما بصير تبقي هون. اسمعي مني، روحي معي على بيتنا. ايه يلا حبيبي. طيب شكرا يا حضرة الشرطي. وين راح المفوض جيم؟ راح من شوي مع الرجال اللي إجا معك. كيف يعني راح معه؟ عن جد راح؟ ايه طبعا. من لما دخلت اختي على بيتك تورطت معك بمشاكل ما شافتها بحياتها، بتعرف هالشي انت؟ بس بتعرف وين الشي الغريب يا فرهاد؟ اني عم بضطر انه اتعامل معك لأحمية منك ومن كل مصايب عيلتك. انا اصلا بضطر على كل شي يا رئيس المفوضين، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. أخي على القليلة أنت رد على التليفون. بتحب تعرف شو يلي شايفه أنا ونحن عم نلحق هدول المجانين؟ شايف واحد عم بيحاول يحمي أخوه. بس قلي أنت شغلة، شو بتشوف لما بتطلع على المراية؟ أنا ما بتطلع على مراية، ما بتطلع على مراية حضرة المفوض، سمعتني منيح؟ استعجل يلا بسرعة يلا. السيارة مستنيتكم برا، فيكن تطلعوا هلأ. شكرا، ماشي. يلا ماما. صرت جاهز؟ تعال يلا يلا. يلا يلا بسرعة بسرعة. يلا بسرعة خلينا نلحقهم. يلا يلا. يلا في معك مخزن زيادة؟ لا حضرة المفوض. فرهاد قوم يلا. محسب رح موت. معقول رح موت؟ معقول تروح قبل ما تحبسني؟ قوم قوم يلا. ما رح موت قبل ما دخلك على السجن يا فرهاد. واضح انه كتر الحكي وراسي عنكم. اذا صار لي شيء اصلي رح تقتلك. خلصني امشي ولا عاد تحكي كتير. يلا تعا اطلع. تفضلي لو سمحتي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي هوليا.
خدي جاكيت الست وابنه. حاضر. أذكر ليك، أنا بدي أقول لك شغلة. أنا بعرف إنك رح تستغرب شوي هالمكان ورح تشتاق لبيتك وألعابك، بس كل هالشي لفترة صغيرة. ليك أنا بوعدك إنه رح ترجع بس يتعافى بابا ويرجع ونطمن عليه، ماشي؟ ومع هيك بتعرف إنه في ناس هون كمان بتحبك كتير. يلا اضحك شوي. يلا سونا. أذكر أصلي سونا بتكون مرته للنائب يجيت. أذكر ابنه. أهلا وسهلا يا ابني، في أخبار جديدة عن النائب؟ لسه ما في شي. معافى إن شاء الله. أنا هاندان، بكون أخته لنامق. أنا آسفة إنه أجينا بهالوقت من الليل وزعجناكم. لا أبداً، لا تقولي هيك. أهلا وسهلا مرة ثانية فيكم، عن إذنكم. بنتي أكيد جهتوا، إذا أزغر جوعان لنحضر له شي ياكله. لا، نحن كنا قاعدين على الطاولة عم ناكل لما صار اللي صار وتكركبنا. ماشي ماشي هوليا، يا ريت تحضري شي لأزغر مشان ياكل. يلا فورا. أنا برأيي نجهز غرفتنا، يعني أنا قصدي غرفة فرهاد لينامو سونا وأزغر فيها، إذا ما عندك مانع. كتير منيح، رح خبر زينب فورا نجهزها. يلا تعالي، لا تضلوا واقفين هون، ارتاحوا. يلا ماما. اللي مين كان هالوسيخ؟ انت بخير؟ ماشي الحال. تعال سلم ايديك. شكرا. راح اطلك هاي. هلا برجع لعندك. ايه ماشي. بابا رح يتحسن وأكيد رح يجي، ماشي؟ ما لازم تخاف، مو أنت ابن يجيت؟ بابا بيخاف من شي؟ معناها ما لازم تخاف من شي. ابن يجيت ما لازم يخاف من أي شي بالدنيا، ما هي؟ طيب مين أنت؟ حبيبي هاي بتكون ستك. أنت أمه لبابا؟ ايه أمه. وانتي ما بتخافي ابدا؟ ماما بتخاف انه يصير لي شيء، لهيك بتقلي ما اطلع على الشارع، بتخاف انه اطلع لحالي. الامهات بيخاف بس انا ما بخاف، لانه بعرف انه ابوك بيحب عيلته وبيحبك الك كتير، لهيك هو رح يتعافى ويرجع. لهيك أنا مو خايفة، بعرف هالشي. بتحب الرز؟ ايه، بابا كمان بيحبه. ايه بيحبه كتير. يلا ماما كل كم لقمة يا عمري، شوف في عصير فواكه لسه، يلا اشرب. وين انتو فهموني؟ عن جد برافو. شوف حالة هالبيت، صار طريق عام. عم كذب؟ إذا مو صح إلي أختي. كيف بتسمح للرجال اللي حلف يدخلك السجن إنه مرته وابنه يجوا يقعدوا عندك تحت بالبيت؟ وإذا يعني الرجال منصاب، شو ماله أب أو أم؟ ولا ما في فندق لحتى ينزلوا فيه؟
والست أصلي ماسكة إيدهم جايبتهم على البيت معه. شون قال له عن يعني؟ إذا ضروري إيه؟ بدي ذكرك إنه فرهاد اللي بتعتبره مثل ابنك ومدلله زيادة عن الكل وكل شي بيمشي عكيفه صار تحت أمر الدكتورة من زمان ومالك حاسس بهالشي. لا تنغش بهي القصص والتعصيب اللي بيعمله. صاير شي؟ اسألي السيد نامق شو في. نامق شو في؟ كأنه قعدتكن العائلية ما كانت منيحة. قلي شو صاير؟ يا جيت رشوا بيته برصاص. شو؟ هو مات شي؟ لا ما في أي خبر عنه. نامق ليك اسمعني منيح، بما أنه طمنت وخلصتوا واحتفلتوا كلياتكم بهذا الشيء، برأيي ما بقى في داعي أنه ضل هون بيناتكم بعد اليوم. أنت بتعرفي منيح أنه هذا الحكي مو صحيح. إيدي أنا هيك بكون عم ساعدك. تفضل قول اللي روحي بروح. إيديل أنت شايفي كل يوم عم انشغل بمصيبة جديدة، صح؟ صارت كم شغلة بس خلص مرت وراحت، بس الحادثة الأخيرة شوشت لي عقلي. لهيك بتمنى منك إنك تقدري هذا الظرف. عم تحكي وكأني مو مقدرة الشي بنو. ما قصدت هذا الشي أبداً إيديل. ممكن نحكي بهذا الموضوع بعدين؟ ماشي بنحكي بعدين. يلا ماما تأخر الوقت، يلا عالنوم. حلبسك بجامتك ايه؟ رح نسكر عيوننا كلياتنا. يلا البسها ماما. يلا ماما انت رح تفيقيني بس يجي بابا؟ اكيد رح فيقك بس يجي، بس يطيب ويجي رح نرجع عالبيت. ماشي. الو. ايه أنا سونا، فيني أحكي معه لكان؟ ماشي بتشكرك كتير، تسلم إيديك، شكرا. يجيت منيح، رجع له وعيه، قالوا لي صحته منيحة. الحمد لله. شفت يا أبني، شفت يا حبيبي. حبيبي الماما، أبوك بخير. يا عمري. أخي علمني القتال مثل ما بتقاتل أنت. شو بدك باللقتال؟ لأنه بيلزم. ما بيلزمك. بدي أضرب مصطفى. أنت لا تقاتل، أنا بضربه عنك. وبلكي أنت ما كنت جنبي شو أعمل؟ رح ضل جنبه. وعد؟ وعد. وعد رجاء؟ وعد رجاء. جيت منيح؟ وينكن انتو؟ رد على تليفونك. فرهاد وينك ووينو اخي؟ البسي لانه جاي اخدك.
سألتك وينه أخي فرهاد؟ قلت لك البسي أصلي. لوين؟ على المشفى. شو صار؟ فرهاد أنا ليش حابب تجنني؟ قلي هو بخير ولا لا؟ شو صار معه؟ رح يتحسن. وين إصابته؟ وين إصابته؟ قلي وضعه منيح؟ مصاب برجله، وضعه منيح حتى أنه بيضل بيحكي بدون ما يتنفس مثله. على أي مشفى أخدته؟ ما أخدته على المشفى. كيف؟ ما فهمت، شلون ما أخدته على مشفى؟ مفكره أنه مثلك يعني؟ شو عم تعمل؟ هو اللي ما رضي يروح على المشفى. كيف يعني هو ما رضي؟ لا تعيطي. أنت بتعيط كل الوقت كمان، ليش لكان نحن بدنا نروح على المشفى؟ مشان نسرقها، فهمتي؟ شو؟ قلتلك نسرقها. شو قصدك انه بدنا نسرق المشفى؟ اسمعي، بعد شوي منوصل على المشفى ماشي؟ بدنا نسرق كل الادوات اللازمة لنطلع الرصاصة من رجل اخوكي، فهمتي؟ بدك اسرق ادوات من المشفى اللي بشتغل فيه؟ بدك منروح نسرق غير مشفى، شو رأيك؟ رح شن انا يا ربي. وين رح نلاقي هالأدوات؟ لحقني لحتى دلك. أخوكي مصر إنه يدخلني على السجن. ورح يدخلك أكيد، لا تخاف. أنا مالي خايف، بس إذا دخلت على السجن رح أقول لهم إنه أنت سرقتي المشفى. رح أخذك معي. كم سنة رح تضلي هنيك؟ ثلاثة ولا خمسة؟ أنا ممكن أعمل أي شيء كرمال أخي. يلا استعجلي شوي. طيب ماشي. أول مرة بحياتك بتساعديني بشغلي. ما فيك تشبهني بحالك بالمرة. أبداً ما عندي نية لهالشي. عفوا يا مدام. نعم حضرة الشرطي. أصلي شي نار ما هي؟ ايه تفضل. دكتورة انتي عملتي عملية لابني تذكرتي؟ قالوا لي ما رح يمشي ابدا، بس الحمد لله بفضلك مشي. ايه الحمد لله مشي، مشي بشكل كتير حلو. سيد نديم ماهر؟ ايه صحيح انا. كيفه بوردال؟ الحمد لله بفضلك صار يلعب بالطابة. سلم لي عليك كتير. الله يسلمك. سلامات. طيب مع السلامة. يا الله أصلي؟ لو تنشق الأرض وتبلع على أصلي. خير إن شاء الله. وينك؟ شفتيها لأسراء؟ لا، لأنه أجيت شفت مريض تاني عندي. آه، لكن هي لها الإجازة بكفي، لأنه جد اشتقنا لك. وأنا اشتقت لكم كتير. لسه شوي، لسه بدي شوية وقت لأرجع على الشغل. سيد فرهاد احكي لك كلمة، ما بترجع لنا أصلي على الشغل؟ ايه بكفي. أصلي؟ يا الله عن جد ما عم صدق. الله يسامحك، ليش ما خبرتيني من قبل؟ هاد لكان سر الزواج السريع والمفاجئ. لا مو هذا السبب اللي صار. يلا عن إذنك هلأ. مع السلامة. يا الله يا ربي دخيلك. مين هي المجنونة؟ متزوجة. ما سألتك عن حالتها الاجتماعية. إيه؟ إذا عندك فضول روح اسألها ودلني على أخي وعطيني مفتاح السيارة. وينه؟ هو هون؟ أنا عن جد ما بعرف من وين بتلاقي هاي الأماكن. أخي؟ أصلي؟ أهلا وسهلا. لا تقلي أهلا وسهلا، فهمني أنت كيف تعمل هيك شي؟ بالنهاية أنا بضل شرطي يا روحي. شو هاد؟ عن جد إبري؟ أنا ما بحب هدول الإبر أبداً، يعني مو معقول أخذ إبري. وبيقول الطب اتطور، لكن الناس صاروا عم يزرعوا روس وأنت لسه بدك تضربيني إبري. حابة طلع رصاصة بلا إبري مشان تصرخ بأعلى صوتك وتفهم اللي أنا فيه، بس ما فيني لأنه في شيء اسمه حقوق المريض. يلا فتيه. خلصيني.
صرخ يا أمي. إيه صرخ يلا. كان لازم تفكر قبل ما تجي لهون. شو دخلك بفرهاد لحتى تروح معه؟ أنا كمان سألتك هالسؤال من قبل يا أصلي إذا بتتذكري. لا تذكرني بشي. لما طلعت من هنيك دورت عليك ما لقيتك. قالوا لي إنه المفوض جيم راح مع الرجال اللي كان معك. كنت رح جن لما سمعت. رح جن. ايه ماشي اختي بلا هالسيري هلأ. بدك ما خاف عليك؟ لا تخافي انا ما رح يصير لي شي لانه عندي اخت بتجنن ما بتخلي حدا يقرب علي. على فكرة هاد مو وقت مزحك الغليظ ولا وضعك بيسمح. لا لا بدي امزح. ايه شوفي لما بدخل باشتباك مسلح بالمرة الجاية ولما بيخلص كل الرصاص يلي معي بقلن اختي ساحرة بيصيروا بيهربوا. هيك رح تكون أكتر أخ كذاب بالعالم. وإنتي أشجع أخت بالعالم كله. طلعتي عن جد إنتي بتحبي لها الرجال؟ إنتي من وين جبت هالحكي؟ إنتي بتعرفي شو قال لي السيد نامق ونحن بالمستشفى؟ قال لي أختك جوا عم تعمل كل جهدها لحتى تنقذ حياته لفرهاد. وأنا عم فكر من هداك الوقت إنه أنت بتحبي عن جد لهالرجال يا ترى؟ نسيت إنه أنا دكتورة؟ وهاد شغلي. بس أنت مانك الدكتورة الوحيدة بالمستشفى. عن جد بتحبي؟ ماشي هيك أنا أخذت جوابي. بس أنا ما قلت ولا جاوبتك بشي فأنت ما أخذت مني جواب. أخذت. أحياناً الصمت بيكون أحلى جواب. بس ليكي في عندي خبر سيء. حتى لو كنت بتحبيه أكيد رح يجي يوم وأحبسه. ماشي ليش راح أخي معك بهاي الطريقة يا فرهاد؟ روحي اسألي إله. وأنا هاد قصدي كان بالسؤال اللي سألتك يا. شو هو دكتورة؟ هاد الظلام اللي أنت عايش فيه. قلت لك رح تسحب أي حدا بيلمسك على العتمة. هاد كان قصدي باللي صار هون. ما كنتوا تجوا من الأول لكان. لا تنسى أنه ما إجيت لعندك برضاتي. كنت مجبورة. اجيت مشان أخي مشان هذا الرجال اللي نايم هلأ جوا. وأنا هون مشان أخي اللي ما بعرف إذا هو ميت ولا عايش. بعرف بس في فرق كبير بين حالة الاثنين. الرجال اللي جوا عم بيضحي بحياته مشان يحميني. أخوك عم يدور على اللحظة المناسبة ليسجنك لياخدك بسبب جرائمك. عم يدور على الفرصة اللي توقعك. بس انت انسان ما عنده اي. وانا بضحي بروحي مشان اخي. انت واحد بشع وسيء كتير عن جد. ماشي انا واحد سيء واحد بشع. ايه ما في مشكلة باي شيء. انا كل هدول مو مشكلة. ارتحتي هلأ؟ انا سيء. ارتحتي؟ قولي قولي ارتحتي. يلي عندك قلب طيب وحنون. الطيبة سهلة دكتورة وسهلة كتير. اسمحي لهم يستغلوك ويطلعوا على كتافك بسهولة. اسمحي لهم ياخدوا خبزك يقلعوا الأمل من جواتك وتضلي ساكتة عن كل شي بيصير. وبعدها بيطلع في حدا أطيب منك. انتي طيبة دكتورة كتير طيبة. كنتي طيبة لما طعمتيني. قديش كنتي طيبة لما سرقتي مشرط من المشفى. قديش طيبة. تخيلي بس مشرط واحد وما في غيره بكل هالمشفى.
ولد عمره 5 سنين بدهم يعملوا له عملية بهديك اللحظة، وما في غير مشرط واحد، تختاري الولد ولا أخوكي. كنتي سرقتيه ولا كنتي تركتي أخوكي موت مشان الولد؟ يا ترى الاختبار بكفي إنه يتركك طيبتك لهالدرجة يا دكتورة؟ بس إني اضطر اختار بكفي ليخليني واحد سيء، ما هيك؟ ما رح تفهم الفرق بين الاثنين صح. أي شخص بيعيش هاي الحياة باختياراته. وأنا هاد قصدي باللي قلت لك يا، أنا اخترت حياتي، أنا اخترت حالي، وكان فيكي تختاري، كان فيكي تتركيني موت هنيك، كنتي ما تعالجيني وبيخلص كابوسك. ليش ما عملتيها؟ ليش حملتيني على ظهرك ودخلتي العملية؟ ليش دكتورة؟ عفوا، لأنك طيبة كتير. لو تركتيني هنيك كنت متت، وضميرك كان رح يعذبك، كان رح يضل ضميرك يعذبك حتى لو مرت سنين طويلة عموتي. معناها أنت ما أنقذتيني، أنت عملتي هيك لتريحي ضميرك. شفتي هاي الأنانية اللي تحت شعار الخير؟ هاي هي حياتك أنت.
ليش بدك ترجع فورا على الشغل اخي؟ كان لازم تاخذ اجازه كم يوم. ما تعذبي حالك، ما رح يصير شيء ابدا. ماشي. مع البيت صح؟ اذا ما في شيء اشتباك تاني ما بتعرف شو ممكن يصير. للاسف صرتوا مناح مع بعض ما شاء الله. شو يلي زعجك اختي؟ شبك ما صار شيء. على فكرة ما بقى عم نسمع حكيكم لأنكم كبرتوا بالعمر. لقيتوا جهاز التنصت ما هيك؟ هو الشكر لرفيقة الدكتورة، ضل ناقص تحطه فوق الطاولة لسه. أنا ما فهمت شي عليكم. أها قلت ورقة جريدة. شو يعني هاي ورقة جريدة؟ عم أقول مسح البلور بورقة جريدة بيكون أحسن. برأيي تقولي لرفيقتك تروح تغير عطرة، ريحتها مثل معطر الغرف. برأيي تروح أنت وتقلها لحالك. كنت يا فرهاد؟ الأحسن أنه أنا اللي أسألك هالسؤال. أنت اللي عملت هيك بيجيت خالي؟ سؤال واحد وجواب واحد، خليك واضح معي. لا تخاف، شلته، ارتاح، شلت الجهاز وما رح يسمعنا أي حدا. وهلأ بدي تجاوبني. هذا الواطي شاهين. مو قلت خلاص وعزمتنا على الأكل لنحتفل؟ مو انتهينا من هالموضوع؟ ما خلصنا؟ ما بده يبعد؟ المهم أخي طيب هلأ وبعدين أنا بشوف هالزلمة كيف بدي انهيها معه، إلا إذا أنت صرت حليفه وعدوه. مو هيك القصة يا فرهاد، هذا الرجال بده يقتلنا كلياتنا. ما فيني يكون حليف حدا يدخلني على السجن، بس فيني يكون حليف منافسه واتفق معه. بس هذا شاهين ما بيحب المنافسة أبدا، الرجال بده يشوفنا تحت التراب مو بالسجن. وبقيله بهي الحياة سنة واحدة، عم تفهم علي؟ اتفقت مع مخبرين يفتشوا عنه، وأخوك يجيد كان عم يفتش عن أخبار شاهين، والظاهر أنه سمع بهذا الشيء فحاول يخلص عليه. رح خليه يندم على الشيء اللي عمله، رح ندمه على الساعة اللي قرر فيها يضرب رصاص على أخي. ما شفته لفرهاد اليوم الصبح لأنه نحن طلعنا سوا الصبح بكير، لهيك انتي ما شفتي. وانا رحت على المشفى وبعدين رجعنا، ولما اجا شاف السيد نامق ودخلوا يحكوا مع بعض. حتى عابدين وجنيد طلعوا بكير اليوم، ويعني فيلدان بلشت تعمل رياضة برات الفيلا. وجينا نحن ولبكناكن معنا. لا تقولي هيك حبيبتي، وين اللبكة؟ شو هالحكي هاد؟ صح انا كنت بتمنى إنه ما نجتمع سوا بهيك ظرف بنتي، وإن شاء الله الجاي أحلى. المهم يا جيتي قوموا بخير وسلامة. الله يحمي يا رب ومنرجع نشوفه منيح. إيه إن شاء الله. لا نشغل بالكن لأنه انطمنونا وأخباري جيت كلها منيحة إن شاء الله. هذا قلب الأم، بتحسي شي مثل الحجر
قاعد هيك على قلب الوحدة وما في أي سبب لهيك بالأصل. لما خبرني نامق إنه انهجموا على بيتي جيت، قلت خلص ابني مات وراح مني. وفرهاد كان وقتها تحت النار، ويجيت هو رجل القانون. الظاهر إنه الله عم يمتحني بولادي كل الوقت. لا تخافي، الاثنين بخير الحمد لله. لا تاكلي همه ست يتار، وما في مشكلة فلا تقولي هيك. لكي حفيدك معك وكنتك معك، فلا تحكي هالحكي. وانتي كمان كنتي ما هيك؟ رايح أشوف أصقور إذا فاق. عن إذنك ماما. وأنا كمان رح أجي معك. أنت كتير تغيرت يا فرهاد. شو قصدك خالي؟ كيف تغيرت؟ ما لازم انتقم من اللي قوص على أخي؟ رح خليه يندم على الشيء اللي عمله، وأكيد بدي لاقي الشرطة. هي الشرطة ما بكون عم حاسبه خال. تشتغل مع الشرطة وبتحاسبه؟ بدك تقول أخو مرتك مثلا؟ ما في مشكلة، ما في أي مشكلة معه. لا في، ما في، لا في مشكلة. عم قلك ما في. أنت صرت تكذب. أنا تعلمت الكذب منك يا خال، حتى ما بعرف كذبك من صدقك. فهمت علي؟ هذا غير شي يا فرهاد. الشغلة فيها حب، القصة فيها أصلي. انت حبيتها، وقد ما انت حاولت تخبي هذا الحب ما رح تقدر أبدا. ما حدا بيقدر بيخبي. أكثر من مرة سألتك إذا حبيتها لأصلي، ولا مرة قلت لي لا، لأنه دائما جوابك واضح، وهذا أكثر شي كان يضايقني. معليش حتى لو اتضايقت لهذا السبب، بس الظاهر انك ختيرت يا خال. بالنسبة لأمور الحب والعواطف لا تدخلني فيها أبدا، لأنه مالي بهالقصص. ولا تحكم علي بدون ما تعرفني كتير منيح. لو حضرتك ما رح تتزوجت أصلي كانت هلأ ميتة من زمان، بس انت اهتميت فيها من أول يوم. بالأول أنقذت أخوها، وبعدين أنقذت حياتك. برأيي تنتبه منيح، انت عم تسبح هالفترة بمي خطرة. بس نحن دائما عم نسبح بنفس المي. شكرا لك يا خال، رح اسمع نصيحتك وكلامك. رح انتبه كتير خال، رح انتبه. مرتفع حرارته، في مسكن ألم أو خافض حرارة بالبيت؟ يمكن تلاقي عند فيلدان لعمر أزجور. طيب رح أسأله، وإذا ما في بنبعت الأخرس يجيب. ماشي. إذا شلحنا تيابه بيكون أحسن. أي يلا تعال تعال ماما. هاتي. حرارته مرتفعة كتير. فرهاد لوين رايح؟ أنا عم بسألك لوين رايح؟ يا دكتورة لا ما رح بعيد. لك عم قلك بعدي من قدامي. قلت لك اليوم إنه سونا وأزجور بالبيت، وشو عملت؟ سكرت عليك الباب بغرفة السيد نامق وعم تهرب. كل هاد صعب تشوفهم، صعب تروح وتطمن عليهم وتشوف إذا لازمهم شي. بيصر لك شي إذا سألتهم؟ بيصر لك شي اللي عم تهرب؟ هدول ما بدهم ينتقموا منك، أنت عم تفهم؟ هدول محتاجين إلك مو لحتى ينتقموا منك. هاد صغير نايم على تختك ومرتفع حرارته لأنه أبوه ماله هون، والظاهر إنه عمه كمان ماله هون. هدول اللي فوق بحاجة حنانك واهتمامك فيهم. تعود الولد عن أبوه الغايب، هن ما بدهم منك أكتر من هيك. روح يلا روح روح، قوس على اللي قوسوا أخوك وخليهم يقتلوك إلك. روح ضيع بالعتمة مرة تانية، قرر شي قرار منيح.
اعمال الصح لمرة مشانك فرهاد. طلع لفوق واطمن على الصغير والمثله شعره، طبطب عليه وقل له رح يجي أبوك يا بطل. طلع، لا تخاف، أخي كان يعمل هيك مع أنه كنا منعرف أنه أبي ما رح يجي أبدا، بس ما تخلى عنا ولا مرة ولا مرة. الناس العاجزين مستعدين يصدقوا الكذبة وبيقبلوا فيها وبيستنوها، أنت بتعرف ليش؟ لأنه اللي بتسموه أنتو كذب منسميه أمل. الأمل بخلينا نضل عم نقاوم لحتى نضل عايشين. لا تخاف، بترجاك اطلع لفوق، العب مع الولد وقل له أبوه رح يرجع، ولا تطلع وراك، أنا وراك. بالنهاية هو بضل أخي. يلا حبيبتي سونا، خلينا نجيب مي وخل منحطهم على رجلي، بلكي بتخف الحرارة. يلا بنتي. بابا هاد انت اللي اجيت؟ ايه انا. بابا معلش تحكي لي حكاية؟ شو بتحب احكي لك؟ الحسناء والوحش. ماشي انا بنقلك اياها. يلا. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في تاجر غني وختيار. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في تاجر بوقتها كتير غني وختيار. هالتاجر هاد كان عنده 3 بنات. التاجر كان عنده 3 بنات، 2 من هدول البنات كانوا أنانيات كتير، والثالثة كانت حلوة وقلبها طيب. 2 من هدول البنات كانوا أنانيات كتير، والثالثة بنت كتير حلوة يا ابني. كان الوحش كل يوم الساعة 9 يروح ليزور البنت الحلوة ويشوفها ويقعد معها. كان الوحش كل يوم الساعة 9 يزور البنت الحلوة ويشوفها. مع الوقت تعودت البنت الحلوة على وجود الوحش بحياتها كل يوم. مع الوقت تعودت البنت الحلوة على وجود الوحش بحياتها كل يوم، وصارت تقلق عليه لما يتأخر بالجاي على البيت وينشغل باله، وصارت كتير تقلق عليه لما يتأخر على البيت. والوحش كان زعلان كمان. بالأخير الوحش كمان كان زعلان لأنه تعب من هذا الوش البشع اللي بيشوفه دائما كل ما تطلع على المراية.
هو كمان تعب من هذا الوحش البشع يلي بشوفه دائما كل ما تطلع على المراية. هو كان دائما يسأل حاله يا ترى هي البنت الحلوة رح تحب صاحب هذا الوش البشع، وكان دائما يسأل حاله يا ترى هي البنت الحلوة رح تحب صاحب هذا الوش البشع. ممكن إنه تحبه هو هيك؟ نعم كأنه؟ ممكن. غرق بالنومة. غرق بالنومة. لا هي مو من الحكاية، الولد اللي نام. سونا! سونا! افتحوا الباب يا سونا! نادي لي سونا. طيب. يجيت؟ يجيت؟ سونا جيبي أزجور حتى نمشي. أزجور حرارته مرتفعة. سونا أنت سمعت اللي عم قوله؟ أنت منيح أخي. جيبي ابننا للروح يلا بسرعة، منحكي بالبيت أنا وياكي عن جيتك لهون. يجيت أنا اللي جبتها لهون. أصلي هاي مسألة عائلية، يا ريت ما تتدخلي فيها. ماشي سونا يلا لا تخليني صرخ. بس أنت عم تصرخ حضرة النائب. يجيت رجاك تهدى شوي بس لحتى يفيق أزجور نايم لأنه حرارته مرتفعة وهو تعبان كتير. منحطه بحضننا ومنمشي. طيب يلا. سونا وقفي. برأيي خلينا ندخله بحمل التنزيلات، شو رأيك؟ كأنك ما عم تسمع شو عم قول. عم اسمعك. لا انت مانك معي، عم تتصرف وكأني ماني موجودة معك بنوم. قيمك من قصص الشغل، حتى انت ما عم تهتم فيني يا نامق. انا دائما بقول لحالي لا تزعلي من هيك قصص يا ايديل، بس تعبت من كتر ما عم لوم حالي. ايديل يا ريت تتحمليني وتساعديني بهي الفترة. ساعدك؟ أنا عم ساعدك وحابة إني ضل معك عطول، بس بصراحة أنت عم ترفضني. مو صحيح إيديل. عن جد؟ بشو بتبرر إنك ما عزمتني معك على الاحتفال العائلي يا نامك؟ بس صفية الغبية اللي لسه مبارح دخلت على البيت كان إلها مكان بيناتكم، قلي ليش؟ لأنها متزوجة من عبده؟ أنا ما استنيت تعرض علي الزواج ولا حتى متوقع منك هالشي، ولو اضطريت رح ربي ابني لحالي بدون مساعدتك. إيديل. ايوة، بما انه حضرة النائب اجا كمان صارت كل العيلة معنا بهذا البيت. انت شو عم تقولي يا اختي؟ نامق الظاهر انك نايم ومو حاسس على شي، قايمة القيامة برا قدام الباب. فهمني انت كيف بتتدخل بحياتي يا فراد؟ احكي مين يلي سمح لك تتدخل بعيلتي؟ قلي شو صار؟ ما بتقدر تضرب حدا رجله معاقه وايده مكسوره،
مو من قواعدك. أنا مو قلت لك ما تقرب على عائلتي مرة تانية؟ ليش ما عم تفهم؟ لسه بدك تضربني؟ إيه لسه بدي أضربك، وأنت ما حد دافع عن حالك لأنك شفقان علي. يلا ضرب ضرب، ضل عم تضربني قد ما فيك لحتى أوقع وما أقدر أقوم من على الأرض. يا أخي شو مفكر إني ما فيني أضربك؟ يلا ضرب أضربك وكسرك تكسير. ضرب، لا تضربوا بعضكم يا أولادي، خلاص لا حدا يتدخل، لا حدا يتدخل. روحوا يلا، روحوا كلكم، قوي ضربة أكتر، لا تاخد الضربة من إيدك، شد على ساعدك أكتر، خد قوة دراعك ومرة تانية يلا. على مهلك، أنت منيح مو؟ أنت منيح؟ ها؟ أنت منيح ما؟ اضربني على هاي جهة، شوف هون هون اتزان الواحد فينا بيكون وراء إده بهاي المنطقة، فهمت علي؟ ضرب لشو؟ ضرب يلا يلا يلا، هون هون شايف؟ هون هون بالضبط، يلا ضرب يلا، هون هون اضربني هون. لا اللي وجعتك؟ وجعتك منيحة كتير. سولا جيبي أزقور، خلينا نروح. يلا بنتي. ضربني منيح، يمكن إيده صارت توجعه، ما لازم يوجعه أي شيء. نعم أيوة إيه ماشي. لوين؟ مو شغلك، جهز السيارة يا أخرس. تحمل يا ابني، مع السلامة. يلا ماما تساند علي. فرهاد لوين رايح؟ مو شغلك. طيب بعدي من قدامي دكتورة. وإذا ما بعدت شو رح تعمل مثلا؟ رايح تكمل الشي اللي ما قدرت تكمله؟ بدك تدعسني؟ رح أجي معك وين ما قررت تروح. صفية بالعادة الواحد بدق الباب قبل ما يدخل. شو بيك؟ أساساً نحن رفقات، ليش لحتى دق الباب؟ يلا تعالي. لو تعرفي شو اللي صار. لكي أنا ما بدي أسمع خناقاتك مع الست هاندان يا صفية. ومين هي هاندان لحتى أتخانق معها بالله؟ تعي تعي عدي هون رح فهمك شو صار. بعد ما أصلي جابت مرته للنائب وابنه لهون، ايه؟ إجا النائب وهاجم البيت وتخانق مع فرهاد خناقة كتير كبيرة، وبعد هيك أخذ مرته وابنه وطلعوا من البيت. شو عم تقولي؟ ايه طبعا قامت القيامة بالبيت وانتي مالك خبر بشي، معقول؟ ذكرتيني بقصة
بتعرفي في بنت كانت بقصر وكانت تطول شعرها، كانت أنسة أو هيك شي. والسيد نامق ما قالش؟ شو عرفني، ما شفته بنوب. صفية، أنا حاسة إنه كنتي جاي تحكي لي شي تاني، والظاهر إنه شي مهم. شو يلي صار، نسيتي الموضوع؟ عن جد يا بنت أنتي ما بيفوتك شي. طبعا ما بيفوتني شي، يلا قولي. بدي أحكي لك مشان هذا الولد. ايه شبه، شو صار له؟ ليكون هو مانو ابنه لعبده. يا بنت برأيك رح أحكي لك إنه ابني مو ابن عبده؟ شايفتيني غبية؟ طيب طب شو ما كان، احكي يا صفية. أبوه للولد ما بيكون عبده، وأنا كمان مو أمه. عفواً؟ شو عم تقولي أنت؟ إذا ما كان إلكن لكان لمين؟ لجولسوم الغبية. شو؟ واحذري من أبوه. إيه احذري؟ ما رح يخطر ببالك أبداً. جنيد، شو رأيك بهالقصة؟ أي قصة؟ صفية اتصلت وقال إجا النائب يجيت وصارت خناقة كبيرة. أنا ما عندي علم بهالشي. أنا اليوم عرفت إنه أجوا بالليل لهون، بعدين القصة كلها ما بتهمني. أوه ست فيلدان. خير إن شاء الله. ما شفناك اليوم الصبح. كان الجو بارد الصبح وما فيني أركض برا. صاير عم تلعب رياضة؟ حلو كتير. سجلت بنادي رياضة. شي حلو كتير. لنشوف كم يوم رح تضلي. فيلدان؟ صاير شي بيناتكم؟ لا ما في شي. انت شو قصدك؟ لا ولا شي، مو مشكلة. ما تتحركي من محلك أبداً، عم تفهمي؟ شو رح تعمل؟ إياكي تتحركي. تعبت من كل المشاكل اللي كانت، وأوزجي ما عم تطلع من غرفتها أبدا. شوف شو عملت اليوم، أخذت الإعلان من المواقع. شو رأيك نبعد شوي هيك منغير جو؟ نحن في عنا ألف مشكلة عم تخنقنا، وأنت عم بتفكري بالسفر والتسلاي وبس. حاجة تفكري بأمور تافهة لأنك عم بتوتريني. بكفي جنيد، أنا تعبت من كتر ما أنت بتخانقني. أنا عم حاول صلح شي بيناتنا. لا تحاولي لكن فيلدان، لا تحاولي تصلحي شي. طيب ليش؟ لأنه خلص لانكسر ما عاد يتصلح. نحن ضيعنا القطار من إيدينا، وأصلا ما كان في قطار. أنا تعبت ومليت. كنت عم دور على صفية. you
فيلدان شو صاير؟ بترجاك يبدو حماتي بتحبني. فيه بصل؟ ومين انت عم تمزح معي يعني؟ ايه مزحة مزحة. كاميرا خفية. يلا لشوف تطلع على الكاميرا. عميل باي يلا. راح اسألك سؤالين، السؤال بخمسين درجة وراح تربح معنا إذا أخذت 100 درجة. فهمت علي؟ عم تفهم علي؟ في عندك فلفل حر؟ منيح، كسبت 50 درجة، حط منه هون. أكتر نجي على السؤال الثاني، وين بقدر لاقي شاهين جيجال؟ ما بعرف حدا بهذا الاسم. معقول حدا ينسى رفيقه بالسجن بهالسرعة يا ابني؟ عدا انه عندكم ذكريات كتير حلوة، مثلا مثل بعض نص الليل وجوات التواليت، او ذكرياتك بخصوص السيم كارد اللي بتاخده من مرتك لما بتبوسها من تمها. عم كذب شي؟ اللي بقى وين بلاقي لشاهين جيجال؟ قول. لحظة شوية يا اخي، شوف شو لقيت هون. الأحسن إنك تبعد عنه، شيل المسدس وارجع لورا على مهلك. مساء الخير. يا مساء الخير. ليش هيك الكل صايرين عم يجوا بالتقسيط على وقت الأكل؟ أنا أكبر وحدة فيكن عم كون موجودة قبلكن، صرتوا كلكن تعبانين ما شاء الله. زينب. نعم يا خانو. وين السيد نامق؟ هو بغرفته؟ لا السيد نامق طلع، قال ما رح يكون على وقت الأكل. طيب شوفي لي السيد فرهاد ومرته وينهم كمان؟ ما بعرف وين الست أصلي، بس السيد فرهاد شفته لما طلع. ماما هاندان، معقولة بدك تقعدي كل هدول مثل ما بتقعدي الخرفان بإسطبل؟ دخيلك يا رب تصبرني عليها، يا رب تصبرني. أكيد الصبر شي كتير منيح، برأيي لا تعصبي زيادة مشان ما يرتفع ضغطك وخصوصي بهذا العمر. للأسف أنا بيرتفع ضغطي كل ما اطلعت وشفتك قدامي. شو سيد عبدو، ما بدك تقول شي؟ ماما إذا في مجال لا تتخانقوا. ماشي مثل ما بدك، خلينا نسكت. صحة وهنا. بابا ما بدي آكل. عادي وكلي بابا. لا ما بدي آكل. ليكي لا تخليني أعصب عند هالليل. جنيد اهدى. ليش ما بدك حبيبتي؟ لأنه مو جاي عبالي ستي. ماشي لكن طلعي على غرفتك بابا. وين فيلدان؟ فيلدان فوق. جنيد تعال معي لو سمحت. الحمد لله على سلامته ست يتار. سمعت إجا النائب يجيت. أنا ونامق كنا مجتمعين بالغرفة ما سمعنا، لو شفناه كنا قلنا له الحمد لله على السلامة. ما شاء الله كلك زوق ست إيديل، شكراً. أكيد شي مو سهل، يوم فرهاد تاني يوم يقيد. بقي جولسوم، منيح إنه هي جنبك وما عندها مشاكل بنوم، مو هيك؟ انتي شو قصدك؟ غريبة، ليش بتعصبي فوراً؟ على القليلة إيديل عم تمدحك ولازم تقدري هذا الشي. انتي شو دخلك؟ جولسوم شو عم يصير؟ كأنه انتو عم تنسوا إنه نحن قاعدين عم ناكل. ما صار شي ماما هاندان. ينقطع لسانك اللي عم بيقول ماما هاندان.
أكيد أنت رح تتعب أعصابك بهي الطريقة. البيت مليان ناس وأنت كبرتي بالعمر، ما بقى تتحملي. بس برافو على أصلي والله، وعملتها جابت للضيوف على البيت بدون ما تخبر أي حدا. وبعدين شو؟ إجا النائب وأخذ مرته وابنه معه. يا حرام ارتفعت حرارة الولد. هيكي تخرسي بقى؟ معلش يا تار، عندي ولد عم رضعه وبخاف يصيبه مرض. شو فيه يعني؟ خير شبك عبدو؟ شو صار لحتى عصبت بهاي الطريقة بين الناس وجبتني لهم؟ فيك تفهمني؟ والله أنت اللي بدك تقلي شو في جنين. شو بدك قول يعني؟ سأل أنت شو بتحب وأنا بجاوب. ليش وضع فيلدان هيك؟ ها؟ المخلوقة بتضل عم تبكي وأنت من شوي عصبت على بنتك. حابب تعلمني يا عبدو كيف أحكي مع بنتي؟ جنيد طريقتك هي بالحكي ما بتطمن صراحة، ما عجبتني بالمرة. معناها طلع على المكان اللي واقف فيه يا عبدو. لما بيكون الموضوع بيخص أختي وبنت أختي بكون عم وقف بالمكان اللي بيخصني وبعرفه. جنيد تخنقت مع فيلدان مثل أي زوجين يعني؟ عندنا كتير مشاكل بالبيت وهي بتجيب لي إعلانات لنروح رحلة لشي محل، وهذا الشي اللي معصبني. ارتحت هلأ بجوابي؟ جنيد أنت صاير مزعج كتير بهالفترة وتصرفاتك سيئة. ليك ما رح أقول شي لأنه ما بيصير حدا يتدخل بين الرجال ومرته، وأنا رح دير وشي وتغاضى عن الموضوع. بس أوعك تفكر إني غبي، أنا شايف أختي مقهورة. فإذا بدك تضل عم تزعجها لأختي وتخليها تنقهر هيك، رح خليك تندم كتير على عمايلك. هي أنا عم نبهك جنيد، وأنت فكر بالموضوع. مثل ما قلت ما حدا بيتدخل بين الرجال ومرته، وعدا هيك كلك أنت مو شايفك. رح تشوفني جنيد. ما بظن. هذا هو. كم يوم إليك؟ ثلاثة؟ خمسة؟ شو قصدك أنت جنيد؟ شاي، هذا شاي، شوف. شو من كان؟ جربتي كتير شغلات وما نجحتي، لهيك رحتي شكيتيني بالأخير لعبده صح؟ عم تبعتيه يهددني؟ شو عم تحكي أنت؟ ليه عم تسمعي فيلدان؟ جنيد طلع لبرا يلا، ولا تجبرني أعمل شغلات ممكن أندم عليها. عبده ما في شي، ما في شي. يا سلام، عم تشدي ظهرك بأخوكي. طلع عبده لو سمحت، لو سمحت. جنيد بشو أحلف لك أني ما حكيت شي لعبده؟ هو شافني عم ببكي فوق بالغرفة وهي كل القصة. واستخدمت سلاحك كمان؟ دموعك ممكن أنها تغشه لعبده، أما أنا أبدا ما بتغشني. فهمت علي؟ بدي أسألك سؤال. سؤال؟ أنا حدا سيء وبياخد اللي معه للأسوأ، وقلت لك لا تجي معي. ليش اجيتي معي؟ جاوبيني. بدك نحكي بهالشي هلأ؟ لأنه ما في شي نعمله لحتى يقرروا شو رح يعملوا فينا. قلتك شو رح يعملوا؟ بدهم يقتلونا؟ لكن شو رأيك، بلكي بدهم يتركونا. مين شاهين شي قال؟ رفيقي بالعسكرية. هلأ يعني أنت مضطر كل مرة تأخذ المواضيع بمسخرة؟ ماشي، رح أعطيه التليفون احكي معه. عم تدور علي فرهاد؟ ايه صح، فعلاً عم دور عليك. أنا حالياً باجتماع، رح أستضيفك بكرة ورح نحكي على راحتنا. بس أنا ما بظن أنه نكون على راحتنا.
انت فعلا شخص كتير مخلص، وهي نقطة ضعفك. محسب انه اللي قدامك رح يكون مثلك، بس للأسف انت جوات كذبة كبيرة. رح خبرك بكل شيء انا بكرة. مع السلامة فرهاد. صحيح نسيت، انبسطت كرمال اخوك. مع السلامة. يلا فكوا ابني. كيفك؟ منيح منيح، يعني لسه بقيان شوية وجع بس ماشي الحال، عم بتحسن. روب شو هاد؟ هاد عطر اشتهيت لك اياه. عن جد يسلموا ايديك. ان شاء الله تعجبك. عجبتك؟ طبعاً، ريحة الورد كتير بحبها. شو؟ لسه ما طلبت شي مبين؟ لسه، لأنه هلأ وصلت. ماشي، لو سمحت أعطيني القائمة بعد إذنك. تكرم. شكراً كتير جيم. أنا قلقانة ومتوترة، لازم نعمل شي لنخلص أصلي من هدول الناس ونطالعة من هالبيت. غريبة والله، أنا حاسس بالعجز. وهذا فرهاد عن جد ما بينحمل، كل ما بروح بزورة بيضل عم يتطلع فيني وكأنه عم بيقلي يلا قومي روحي، وأنا بضل ساكتة وما بقول شي لأنه ممكن تطلع براس أصلي ويعصب عليها. صح، فرهاد أصلاً صندوق مسكر. على فكرة هو بيخوف كتير. أنا حابة إني أكون جنب أصلي بهالفترة، بس ما عم لاقي طريقة حتى ساعده. بدها صبر. إيه معك حق، صح، بس الصبر صعب كمان، وهن دائما عندهم مشاكل. تعرف إنه خفت عليك وقتها؟ لو صاير لك شي شو كنت رح أعمل؟ أنا سمعت حديثكم. شو بده شاهين؟ شي قال؟ شو قصته؟ شغلات مو ضروري تعرفيها. عن جد؟ يا ريت بقدر ما أفكر، بس حاسة كل شي رح ينفجر براسي لما بكون معك. ما بينفجر لو بتضلي بالبيت. عفواً منك بس ماني متعودة. فهميني شو عم تحاولي تعملي؟ أنا اللي عم حاوله إنه بس ضل عايشة، يعني مثلك أنت، مع أني مو متأكدة إذا كنت حابب تعيش أما لا بالشي اللي عم بتزد حالك فيه. لا تهتمي فيني وخافي على حالك وبس. يا ريت بقدر إنه ما خاف أبداً. تشربي شاي؟ بشرب. لكان 2 شاي وسكر زيادة. تكرم. شكرا كتير. اللي بيّن مين يلي هاجم النائب ياجي؟ صار شي بعده؟ حكينا طبعا، بس هو مهتم بقضايا تانية مثل قصص التهديد. ما بعرف شو ممكن يعمل. شغلكم صعب. ايه نعم، بهالفترة شاهين شغال هادي اللي شغله فكره كتير. ومين هذا الرجال؟ لحد هلأ ما بعرف شي، بس بظن إنه في شي بينه وبين نامق أمير خان أكيد. إن شاء الله تقدروا تلاقوا بأقرب وقت مين ما كان. إن شاء الله. كتير تأخر الوقت، أنا صار لازم أرجع على المشفى، عندي مناوبة اليوم. طلبنا شاي. ما بعرف كيف مر الوقت، ما حسيت وأنا معك، صار لازم روح يا دوب لحق. أنا رح وصلك.
ما في داعي، جبت السيارة وبدي خلص كم شغلة بطريقي. بشوفك. ماشي، بشوفك بكرة الظهر لكان. تمام، بخاطرك. مع السلامة. إيه برو؟ نسيتي هاي؟ كأنك ما حبيتيها، ما هيك؟ لا ما تقول هيك، معقول هذا الحكي؟ طيرت لي عقلي. بشوفك. ألو بابا، إيديل شوفي انتي لازم تحكي لي شو قصة هالحكي والتلميحات ونحن عم ناكل. انتي ليش تضايقتي؟ انا ما قصدت شي. لا تغيري الحديث. كل شي قلته انه جولسوم جنبك وبتعرفي شو عم تعمل، شو فيها؟ وين المشكلة؟ جد هالشي عيب، بس الظاهر عندك شي شاغل بالك يا ست يا تار، احكي لي. ولا الظاهر جولسوم مو بريئة مثل ما عم احكي؟ ولا صرت شريكتهم بكل شي مشان تغطي على الأخطاء يلي عم تصير؟ مزبوط. اسمعيني، تعرفي لو أنا محلك كنت حسنت العلاقات بالعيلة. شوفي هاي علاقة صفية معي كتير ممتازة وهي عم تخبرني بكل أسراركم. انتي شو عم تقولي؟ انتبهي لما بتحاكيني وإلا أنا رح خليك تندمي على كل ألاعيبك معي يا تار. والحيل يلي عملتها جولسوم إنه مثلاً تولد تحت بالأبو يلي بالبيت، وإنه الدكتورة هي كمان ساعدتها وصفية كل شي. إذا بدك بخبر كل العيلة. أصلاً هاندان شاكي بموضوع هاد الصبي وأنا يلي ما عم خليها تعمل فحص للولد. بس يا ترى شو اللي موقف فرهاد؟ أنا ما عم بعرف لسه. انتهينا بنتي، نحن انتهينا، تدمرنا، نحن انتهينا. شو اللي صار؟ مصيبة ونزلت على روسنا وعم تفتل كل الوقت بيناتنا. قولي لي شو يلي صار أمي، لأنه مو فهماني عليكي. شو بده يصير أكتر من أنه الشيطانة صفية راحت وحكت كل شي لإيديل وقالت لأنه الولد مو ابنه وأنه ابن جولسوم. يلا قولي شو بدنا نعمل هلأ؟ كيف؟ إيه؟ وإيديل رح تخبر الكل الكل. بالأول بيسمع خالك نامق وبعدين فرهاد رح يقتلونا بس يسمعوا جولسوم. قولي لي شو رح نعمل؟ شو رح نعمل؟ كيف رح نطلع منها؟ لوين يا بنتي؟ جولسوم الله يريحني من هالمصايب ويمرقها على خير. شو ما عم ينام؟ لا وحتى ما عم يخلينا ننام. يمكن عنده غازات عبده. هو طلعهم شوي وارتاح بس مشاغب ما عم ينام. استنى دقيقة هلأ برجع. لوين؟ عود. بس هو عم يبكي أكتر لما أقعد. آخ يا ابني نام ابني نام حبيبي كامل نام بقى مشان الله. شو بينفع هاد بالله؟ بدك تدفيه يعني؟ لا رح سمعه صوته. فيلدا انتي منيحة؟ رح كون
غصبا عن الكل رح كون منيحة. انت شو قصتك؟ كيف بتروحي بتحكي لإيدال؟ كنتي فكري بهالشي منيح قبل ما تجيبي الولد. الله يلعنك يا صفية، إن شاء الله موتك رح يصير على إيدي، فهمتي؟ يلا قتليني، لو كنتي نار رح تحترقي بهالجرم والزنوب يلي عاملتيها. فكري كيف رح تخلصي حالك من المصيبة يلي عندك. حكيتي لعن جنيد كمان؟ أنا عم بسألك ردي. أنتي هلأ حكيتي بلسانك. يا ترى فينا نلاقي حل لمشكلة النوم على الأرض؟ أي نامي على الأرض. النوم على الأرض بيفيد الظهر كتير. عن جد؟ طبعاً. أنت دكتورة وبتعرفي هالشي؟ طبعاً. رح تخبره لخالك؟ شو؟ عن شاهين. حط كتير رجال ورانا. بدك تروح هيك لعنده مثل الخروف؟ أنا ما بخبر خالي شي، وما بروح لعند حدا مثل الخروف. إيه؟ طيب فهمت. تركي السيرة وقلي لي بدك تنامي جنبي ولا على الأرض؟ ليش لحتى نام جنبك؟ النومي على المسامير أحسن. نامي لكان بس لغير على الجرح. ما في داعي. أنا ما عم أسألك بالأصل إذا كان في داعي أو ما في، أنا اللي بقرر، أنا الدكتورة. بس هذا ظهري. إيه وكمان هذا الظهر كان ممدد قدامي مثل الخروف بغرفة العمليات. ما كنتي حكيتي هيك لو غلطتي وقتها. أكيد، لأنه كان ممكن أغلط. اسمعني، أنت لازم تنتبه وتداوم على أدويتك وعلى المضاد الحيوي دائما يا فرهاد، وإلا ما رح نقدر نفك القطب من على جرحك ويسكر. عم تفهم؟ مع أنه الأفضل نتركها مشان حركتك. يلا ارفع الكنزة، يلا ارفعها. ماشي دكتورة، عملي اللي بدك اياه. مو انت الدكتورة؟ وتوقعت الأرصاد الجوية اليوم أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع احتمال هطول أمطار في بعض المناطق. وسننتقل الآن إلى النشرة الاقتصادية. نزلت حرارته؟ ايه أحسن من قبل. يجيت عيب يلي صار مشان ستياتار. شو سونا؟ كان لازم من الأول ما ترضي إنك تروحي لهنيك. يجيت شوف حالك كيف أنت صاير، هدول بيضلوا عيلتك. لا أنا عيلتي أنت وأوزغور، فهمتي علي؟ إذا قلتي لهداك أخي ولهديك الست أمي، أو حتى رجعتي رحتي لعندهم مرة تانية، شو رح يصير إذا شفتهم؟ شي بشع. ماشي سونا، كتير بشع. أنا ما بقى عم أعرفك عن جد. من هداك الرجال يلي بعرفه وحبيته وتزوجته؟ ما صار شي معي سونا، أنا لساتني أنا، بس ما عم أقدر أنسى يلي هن عملوه معي. بس هيك أنت لازم تنسى. أنسى لأنك صرت واحد تاني بشع ما عم بعرفك. خير ماما يا تار؟ شو عم تعملي هون؟
عم انتظرك أكيد. ليش اجينا لهون ماما يا تار؟ لأنه جولسوم ولدت هون. ليش ما تفاجأت؟ ليش ما قلت جولسوم شو هاي الولادة شو؟ ها؟ يا خسارة بس، يا خسارة يا جنيد. لك شو عملت أنت فينا؟ ها؟ شو كان بدك من بنتي؟ ولك كلثوم هي مثل أختك، ما خجلت وانت عم تقرب عليها؟ شلون غشيتها؟ بشو وعدت أحكي؟ ما خجلت على حالك؟ قول ما خجلت من حالك، احكي بشو وعدتها؟ قلت لها رح تطلق مرتك؟ قلت لها بدك تطلق وتاخدها؟ لك الله يلعنك على كل شي عملته فينا يا جني. هاي بنتي، بنتي الوحيدة ونور عيوني، كنت بدي شوفها عروس والطرحة بإيدي أنا ماسكتها، كنت بدي حني وبوس جبينة وبعتها للرجال اللي هي بتحبه، كنت بدي استنى اللحظة اللي تقلي فيها تقول ماما أنا حامل. ماما انت شو اللي عملته لجلسوم والاحلام هي كلها؟ خساره. لك الله يلعنك يا جنيد، الله يلعنك، لانه انت كمان ما احترمتها يا جنيد. الله يلعنكم كلكم، زليتها لانه بنتها. الله يلعنكم كلكم، هيك عم تزلوني. بتعرف انه فرهاد رح يقتلك؟ بتعرف ما هيك؟ لنشوف كيف بدي ضل حابسه بقلبي. لازم ضل ساكته واختنق باللي صار. ليش هيك عمل جنيد؟ لك ليش هيك عمل؟ فرهاد رح يقتلك إذا سمع هذا الشيء، تعرف مو هيك؟
لو فينا نسافر لبرا ونغير جو، كنا انبسطنا كتير مع بعض. أوه اسمعي شو رح أقول. شو رأيك لو نروح سوا على باريس أو شي مكان تاني منغير جو؟ وإذا بدك منقول للعجوز هاندان شو رح نعمل. روحي من هون. بصفتك شو عم تأمريني؟ لا تجني يا بنت، قومي. طلعي علي، لا تجنيني أحسن لك. لسه مالي فاضي لك لحتى أشوف شغلي معك. لسه ما خلص شغلي معك يا شيطاني. امشي يلا. شو بدك قولي؟ كل يلي بدي اياه ما تضلي حوالي ايديل. شوفي، انت كمان رح تولدي عن قريب. اذا حدا سمع انه ابنك من نامق امير خان مثل اي حدا من هدول الناس المنافسين اللي مراقبينه، تتوقعي هالخبر يخليه يربح بالانتخابات؟ ومين بيعرف، يمكن نتزوج انا ونامق. الظاهر ما بتعرفي لنامق ابدا. طبعا، ما هو بضل اخوكي، لهيك بتعرفي اكثر مني وهالشي اكيد. بس في شي ما بتعرفيه يا ست ياتار، انا ونامق منحكي كل اسرارنا لبعضنا ومنوثق ببعض ومنكتم اسرارنا كمان. انا بعرف كل شي بخصه. انتي ما بتعرفي شي. انتي هلا بنظره وحده بنت فلتانه عم تشتغل جنبه وبس، مالك مكان عنده ولا حتى الك قيمه كمان. مو شفنا كيف تصرف معك مثل الكلبه؟ ورح يرميكي بس يخلص شغله اللي عم تساعدي فيه. مثل ما رماكي ما. اي صح. انا بعرف كل شي بخص نامق يا ست ياتار، كيف حطك قدام الباب من سنين، وفرهاد كمان، وكل شيء. تفضل. مستنيك، تعال بعطيك العنوان بس تطلع. أخي شو صار؟ أخي خوفني، قل لي شو اللي صار. سبحنا ووصلنا على الشط يا بنتي. إذا صار شي وما كفى عمري. بابا لا تحكي هيك لو سمحت، الله يطول بعمرك. لا تقاطعيني. شوفي هذا إليك، جواته في شغلات ممكن تلزمك. أكيد بتعرف شو لازم تعملي. هلأ رح يوصل فرهاد، يا
يلا تخبي. يلا بنتي. كيف هيك بتحكي؟ ليش هيك عملت تقول؟ كيف هيك بتخبر هاي المرأة إنه فرهاد بيكون ابنها؟ عشت كل هالسنين مخبية هذا السر، توجعت بسببه فوق ما تتخيل، وحلفت إنه حافظ على هالسر معي كل عمري، وحافظت عليه. قلت لي سكتي وسكتت، قلت لي لا تحكي شي وما حكيت. ليش هلأ اجيت وعملت هيك فيني يا نامة؟ ليش بتعمل هيك بابنك؟ كيف بتخبر مرة عرفتها من يومين كل شي عنك؟ هاي المرة يلي عم تحكي عنها حاملة ابنه لنامة، عارف حدودك منيح. طلعي طلعي من وشي. لا ما رح اطلع، لازم تعرفي مكانك بقى. انا حياة نامق يلي جاي ولازم تقبلي بهذا الشيء. قلت لك اذا بتحكي كلمة تانية طلعي من وشي. طلعي لبرا. انت عارفان شو عم تعمل هلأ يا نامق؟ طلعي ايديل. هاي تاني مرة يا نامق، هاي تاني مرة، انا ما رح اسمح لك مرة تانية. ايديل طلعي لبرا. بعد إذنكم أعطوني سلاحكم. لا فرهاد، جنيد تفاجأت كتير بشوفتك. قدين نحن مديونين لهذا الإخلاص يا فرهاد يا ترى؟ شو هي مشكلتك معنا؟ بتحبوا تشربوا شاي ولا قهوة؟ أصلاً أنا الدكتور مانعني عنه، بيسمح لي إني أشرب مرة واحدة باليوم. هدول الدكاترة هيك بيحبوا يمنعوا كل شي عنا. صحيح بما أنه ذكرناهم، كيف صحة مرتك؟ منيحة؟ ممتعة مثل كل شي ممنوع بهالحياة. Thank you.
أنت بتعرف حجم الكذب الموجود جواتها يا فرهاد؟ كل اللي حواليك عم يكذبوا عليك، كل شي كذب. نامق قال لك أنه أنا قوصت على أخوك، ما هيك؟ وعم تدور علي مثل المجنون. وهلأ أنا بدي أسألك كم سؤال، طبعاً وما في داعي أنك تجاوبني. السؤال الأول، شفت الفيديو اللي بعته؟ شفت قبوركم اللي فيه؟ ما انتبهت لشي فيه؟ ما في تاريخ موت ولا لأي حدا فيكم غير نامق، بس أنا بدي أقتلكم كلياتكم، بدي أحفر قبوركم كلكم واحد واحد وبإيدي حط حجارتها. وتاريخ موت نامق وبس لحاله، برأيك معقول كون نسيت حطه؟ السؤال الثاني، انت واصلي علقته بالبيت اللي احترق، اللي هلأ لشوف واحد طلع من عملية جراحية صعبة من 5 أيام، كيف كسر القضبان الحديد؟ كيف صار هالشي؟ بسيطة، الرجال اللي بده يحرقكم انتو عايشين، يعني ليش هو لحتى يساعدكم بقطع القضبان الحديد؟ وين كان كل هالوقت؟ السيد نامق وين مختفي؟ أنا بالإنشاءات، رح كون بالبيت المساء. ماشي، يعني انت بالإنشاءات ونحن عم نقاتل هالرجال. بيحسبوا حالهم صاروا شغلة كتير عظيمة، بس حطوا نظارة شمسية وإنه مهمين، بس يلبسوا تياب مرتبة وأقوياء لما بيحملوا سلاح. بس رجلك لا توصني. حدا يفتح لي الباب، حدا يفتح لي الباب. هوليا، نامق مو الشخص اللي انت متوقعه، هو عنده 40 وش وشاطر بتغيير وشه، هو بيعرف وين يلاقي بنتي، ورجاني أدلة كتير قوية، ورجاني تحليل الDNA، وبيعرف انه ما بيقدر يوقفني الا بسلاح بنتي. أصلاً تواجدي بهاي الفترة فادوا لنامق كتير، صار عنده حدا يحمله ذنوبه وبيقدر يقول للناس شوفوا هاد شاهين شيغال، ها هاد اللي عم يعمل مشاكل حوالينا، شاهين شيغال هذا بيكون الفاعل. طريقة قديمة كتير، عندك رصاصة وبدك ترجعها، إذا لسه بتظن أنه أنا اللي ضربت أخوك وأنا اللي سببت لكم مشاكل.
شو صار؟ شو عم تستنى؟ حكي شوش على عقلك ما هيك؟ بتظن انه انا معي حق ما؟ اي صح معك حق، بس في شي ما له تمن ابدا. شو هو؟ دموع اخواتي اللي ما ممكن ترجع ابدا. دموع اخواتي غالي علي، يجيت وسونا وابن اخي والدكتورة. عندك تمن كل هدول؟ لا، لانه هن مالن اي قيمة عندي. عن جد؟ للأسف. إيه؟ قديش غريب البني آدم. أنت اللي واقف هلأ قدامي ومعك سلاح، وأنا رجال مسكين عاجز قاعد على كرسي. بس إذا بدي بحول حياتكم لحتمة كبيرة، واحد واحد، من مرتك لحتى توصل لابن أخوك. بعمل كل شي، مين رح يمنعني؟ أنا. خلينا نقول إنك قوصت بالمسدس علي، أنت بتقدر تطلع من هون بسهولة؟ ما عندي مشكلة، يمكن معك حق ما فيني أطلع. تعرف أنت ذكي. بس جاية. شو صار؟ كيف انقفل الباب عليك؟ ما بعرف كيف هيك صار. يسلم. انت ما كان لازم تعمل هيك يا نامق. ما كان لازم تعمل هيك. أنا حبيتك نامي وثقت فيك. شو عملت أنت؟ دخلت قلبي وحياتي مثل الحقي وخدعتني. سرقت مني حياتي، أخذت مني ولادي، بقي عندي كبرياء. رحت فعسته تحت رجليك، خبرت كل العالم عن خصوصياتي. الله يلعنك يا نامي. اسكتي، بكفي. الله يلعنك يا تار. ما بكفي. رح خليك تندم أكبر ندم بحياتك. بتشوف، رح تتوجع كتير، وما رح أعمل شي لساعدك أبدا. رح أوقف أتفرج وبس. رميت المرأة مثل الخرق. محسبة ما رح تعمل شي؟ محسب إنه ما رح تنتقم؟ ها؟ رح تروح لعند فرهاد وتخبره كل شي. رح تقلك تطل يا فرهاد، أبوك نامق ومخبي عليك. شو رح تعمل وقتها نامق؟ ها؟ شو رح تعمل؟ ليش هيك عملت فينا؟ ليش هيك فرطت بابنك نامق؟